السنة هذه يعني ما شاء الله بالمفردات اللي هي فيها يعني احنا ما نسوي روحنا أدري أدري احنا ما نقول هالمفردات ادري ادري بس لا السنة هذه السنة هذه بالذات مو بس بعمل علمني كيف انساك علمني كيف انساك تقريبا يعني بكذا عمل انزين انا لاحظت ما شاء الله يعني اللفظ بالمسبة او ان هذا شيء عادي كنا صار كنا شربة ماي على قولتهم فلا تزعل بس انا اللي خايف منه شيء واحد بالدور شنو؟ ان احنا ما شاء الله السنه اللي طافت كنا قاعد نقول ان وصلنا لمرحله ان احنا نشوف بالاعمال الدراما الكويتيه او ان هذا في شيء ان الممثله صارت يم رايلها بالفراش وشي هذا احنا قلنا اوكي عادي لان يعني نوع من المسلسل ايه؟ السنه هذه تطورنا شوي نفس ما انت قلته وانه صار موضوع البوس يعني صار يعني شيء بالفلات انه مثلا ممثله كبيره تبوس مثل صغير هذا تعودت عليه من قبل هذا يعني هم هذا انه بس الخوف من شيء ثاني احنا عشان مو احنا كل سنه قايل لنا شيء ونقول خلاص احنا لازم نمشي على الموضوع لازم نجاري التطور الزمني والله انا شاك السنه الجايه ان شاء الله يعني عادي راح تشوفون الاخ يبوس اخته لا هذه ما شفناها وقت مال حبيبي ابي بوس حبيبته راح تصير هذه بوسه عاديه ما تستفضون من دور حمود يضبطون الدور اكثر نوع من زين خلوني اكمل هذا انا اول واحد راح يصير ممثل هني كان دش يا رامي شباب اي خلوني انتم خليتوني اكمل اللي انا بقوله علشان ما خلصت استنى خلصت لا ما خلصت اوكي هذه اول تعليق الزفت يعني ما احب انا مو انه والله ابي اقول ان انا ملاك ما اقول هالكلمه بالواقع لا كلنا نقولها بس انا قاعد اتكلم كعمل درامي قاعد يطلع بالتلفزيون خلنا نرتقي بأعمالنا حياتنا عادي بس على التلفزيون غلط هالكلمة تنقال الشغلة الثانية وايد قاعد أحاول أغض النظر عن ملابسهم الشتوية العمل متصور بالشتاء قاعدين يلبسون جاكيتات أثقل من الخيمة اي بدور انت في اعمال في اعمال لا يعني هذا ادري ادري اي هذا عشان كذي انا هذا عمل اي خلوني اكمل خلوني اكمل خلوني اكمل عدل لا تكمل خلوني اكمل هاي السالفه وناقشوا اي خلوني اكمل يا اخي اشمعنى لحظه اشمعنى مهند ونور لما تشوفونهم مره جاكيت مره ما شنو مره الحين خلوني اكمل خلوني اكمل اللي كنت ابي اقوله قبل لا تقومون تاكلوني ان هم يبقى هالشيء ما اقدر وايد انتقده لسبب ان سمعت منكم مره ان المخرج لما يخلص العمل وهو ما يكون واثق انه بينعرض برمضان ولا ورا رمضان صح هذا صح فعلشان كذي قلت لكم بالبدايه وايد قاعد احاول اغض النظر عن اللبس الشتوي علشان اقتنع اي لان لما اطالع اللبس قاعد احس ان العمل انعرض شتاء وهذا ثاني عرض له احس ان العمل معيود زين فقاعد احاول اغض النظر شويه هذه صح شغله اخيره بس بقولها محمد العجيمي امس دش البيت لقى اخو ملاك ماسكها بالغرفه قاعد يتبغها وما خلى فيها شيء ما اي هذا وايد مسوي روحه طق طق ايش وايد مسوي روحه اول كفخ بالبيت وهو الشخص منو هذا؟ اخو نواف نجم يعني نواف انا نجم؟ يعني اوجه له تحيه بس يعني بالدور قصدي نفسه ما له داعي وايد اوفر انه هو الشخصيه والريال بالبيت واللي يمشي ويكسر وانا وجايبين لي ممثل يعني سوري بس اخوه اوكي صح بالدور انه هو ما له شخصيه بس جد يابه شيء لايق عليه يعني عيب تحطون لنا انسان ممثل حاف لي حواجبه وحاط لي كحله بعينه المهم هذا دور, دور دور مو دور صدق هو صدق كذي لا لا دور دور لا اذا صدق كذي ما لنا شغل ما لنا شغل هو بالدور مو انه هو سوري هو دور شو اسمه انت مو قاعد تقولين دور انه هو دور انه هو بسبوس و ويحط كحل لا هو دور انه هو ناعم لا مو ناعم بالمسلسل لا دوره انه هو صغير شاطر يقرا كتب يحب يدرس وهادي بحاله عيل هذا هادي بحاله شو شكله العيون مكحله يعني من الله عارف زين سمعوني 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 فكان شفايفه حمر خشم دوره دوره دور شكله شكل بنيه ما له داعي اوكي دش محمد العجيمي دش محمد العجيمي البيت اه شنو هذا صاير قاعد يسمع صوت ملاك فوق قاعد تنذبح زين الحين ابو يا جماعه انت الحين صرت ابو عندك ولد وبنت دشيت البيت سمعت من مرتك او ايا كان بالبيت تحت ان ولدك فوق ان ولدك فوق قاعد يذبح بنتك شنو بتسوي اصعد اطقهم الاثنين لا بتصعد على طول تدش عليهم وتفرقهم محمد العجمي شنو سوى امس دش الغرفه الحين هو صاعد فوق صاعد على الدرج يركض ها شنو كان يصعد فوق دش الغرفه شنو هذا انت ايش قاعد تسوي شنو انت ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تسوي؟ واحد قاعد تريق وياها واحد يدش يلقى ولده قاعد يذبح بنته يعدل غطرته عشان يشوف النسوة اذا زينة ولا لا لا يجهزها حق العزاء وعقب ما عدلها كان يقول له يبا سودت الوي
وموعده واحد بالجامعه والجامعه كلهم شافوها كان يقول شنو؟ كان يرد يبطل غسره الله كان يمسك الاقال وياها ولسبها تلسبها وهم الاثنين فيها يعني شوفوا هو مسلسل حلو والله وايد حلو ما في اخطاء انا اول مره والله العظيم اول مره اشوف بس الخطا بهالبيت بيت محمد العجيمي الخطا من نواف نجم والممثل الثاني ما ادري شنو اسمه لازم تعرفين شنو اسمه عشان لما تقول لنا شنو اسمه احنا نقول له ما اعرف اسمه اخوه لان اول مره اشوفها بالساحه الفنيه بس ان نواف نجم دوره وايد بالساحه الفنيه اول مره اشوف نواف نجم دوره وايد ما كان له داعي انه ما في كذي بالبيت بالعالم بالكويت انه انا اطق اخوي واهز اخوي واكسر فيه واخوي وايد يكون نعوم وماكو شخصيه وعمتي تقول والعمه تقول له انا ابيك تصير ريال لهالدرجه يعني ما ادري يعني حسيت انه وايد قاعدين يشوفون صوره فيه. البنات والشباب عندنا بالكويت مستحيل ما في اتوقع في كذي انزين قبل ادش بالبرامج عندي تعليق بسيط على الجليب تعليق بسيط على مسلسل الجليب بس هالتعليق وراح ادش على البرامج ايه. الحين الاطفال اليهال اللي بالمهاد اللي قاعدين يحطون بالمسلسل كلهم العاب هذا اللي قلت لك يعني خالد بريتشي اليوم خالد بريتشي شنو سوى؟ اليوم اول ما قالت له انت ما قاعد تشيل ولدك ما شنو كان يقول لها اشيله كذي عجبت زين اكو واحد يشيل ولده بيد واحده درينا انها لعبه خلاص انتهى الموضوع مبين انه خفيف صح المشهد الثاني انا ما شفته انت قلت لي عنه ما شفته إن السؤال براسي ليش الحين ايش كثر عيال بالكويت بالفريه وبالدايه انزين قدرت حياه الفهد تجيب يهال صجيين رضا ليش بهالعمل يعني ما يابت واستعانت بالله اقول لك والله من العاب في حر ما تدري انت التصوير قالوا احنا اللي سمعناه انه كان التصوير بوقت اشتاء صح؟ كان بمزرعه يعني يمكن بعيد على انه يودون بس يمكن الياهل عشان لايف مرضات خلينا ندش احنا الحين بالبرامج السريع واتوقع انه ما شاء الله البرامج عندنا وايد في برنامج نواف انت ذاك اليوم كنت قاعد تحكي عن بطاطا برودكاست صح؟ ايش رايك فيه؟ جيد عوده ابو العطيات بس في شغله بقول لك عنها برنامج كلش مو حلو اي في شغله تحكوا يعني هي يعني التلفزيون الكويت حكومي برنامج قناه حكومية ان هي الرسميه هذا ان هي بالكويت يعني هي الرسمي بالكويت تلفزيون حكومي اوكي صح رسمي اي ما له داعي تحكون عن قذافي ما قذافي ويطنزون يعني قولي قنوات خاصه ممكن ان هم لا داعي بس انه ممكن شويه تمشي يعني هو غلط هذا رئيس دوله يعني هذا رئيس دوله بغض النظر انه هو ما ادري شنو موضوعه بس انه ما لا داعي يتحكون ويطنزون بهالطريقه هذه لانه يعني بعدين لما يجون يقومون يثورون علينا الدول يقولون والله احنا ما قلنا شيء زين انتم راح تشوفون احد قاعد ترى بطاطا بودكاست وعيني عينك واحد بالضبط ماكو شنو اختلاف الا فتل بينهم الشيء بسيط ما يذكر بطاطا برودكاست انا ما تابع لا عيني عينك وبطاطا برودكاست اليوم بس في داود حسين في منشدات في البرنامج كلش ما شدني مو حلو اساسا ما قاعد يضحك وما فهمت منه ولا شيء بس في حلقات حلوه لما تكلموا عن بيبي هذاك اليوم الشيء الثاني ان المخرج نواف الشمري بكل شيء مدخل فروحه بنته البنيه كم صار عمرها؟ 9 سنين 10 سنين؟ خلاص لمتى تبون تتابعون بطاطا برودكاست؟ دشون بالتويتر فروحه، تبون طبعا هو ان شاء الله مسيرتها مسيره اولسن توينز يعني راح يعني كل شيء اسمه بطاطا برودكاست الا الايميل والفيسبوك ما شو اسمه فروحه خلاص بس ما له شغل يعني خاصين فيه هم كانوا اوريدي كانوا خاصين فيه هو نفسه اي فهو حطه فروحه فلما نحطه لانه هم خاصين فيه كانوا قبل ويمكن يحب انت عادي وترى فروحه يعني الحين بس المخرج هو يحب انت كل الناس يحبون بنتهم يا اخي ممكن انت باكر تكبرين تجيبين مثلا طفل صغير تسمينه نيمو فتفتحين مجموعه نيمو للاطفال مجموعه نيمو للاكل بس فروحه معروفه ترى دقدة بالضبط قاعد على قلديها معروفه اوكي بس مو بطاطا برودكاست كانت بقطعه 13 وعندها دور ليش حطوها انا اتوقع لان ابل عطيات ردت والفلبينيه اللي بابل عطيات هم ردت فممكن بعد كم يوم نشوف الروحه صح بس انا عندك الفلبينيه بس خلص رمضان وما طلع صوت فروحه انا عندي سؤال الحين احنا 15 رمضان زين في احد المشاركين اللي هو على 16 صرنا عادل حسين يقول انه بالنسبه لي حق حكمي كبرامج هو طبعا تكلم قال ان ننتقد الكتاب ما كتاب وجهه نظره حلوه يعني بس قال انه على مسلسلات وكذي انه مبكر لا احنا وصلنا 16 رمضان وين مبكر يعني متى ننتقدهم اول يوم العيد لا بس احنا المفروض من الحين نعرف ان شنو البرنامج اللي صح وشنو البرنامج اللي غلط ايه؟ لان الاحداث صارت الحين احنا بنصها صح ولا لا عموما ان شو اسمه اتوقع ان انتم في عندكم اعياد ميلاد صح شنو
احنا الحين وصلنا 16 يعني 16 رمضان في عندكم اي في عندكم كنا 17 او 18 عيد ميلاد عيد ميلادين في 18 و20 ما شاء الله اي يعني احنا راح نفاجئكم طبعا بعياد الميلاد مالكم تولد مبارك اي بشكل سريع خلينا نقول ان برنامج شجون وايد حلو وقام يعني قامت الناس تتفاعل معه وايد وهذا برنامج حليمه بارك هم ما شاء الله عليها سجلنا هي حامل كانت وبوقت تصويرها تعب وهذا قادره تلعب بين المتسابقين ترى حليمه خلنا نكون واقعيين صدق انها يعني حامل وزايد وزنها وكذا ايه بس لو طالعون ترى كحامل ايه حلوه والله حلو صراحه اي حلوه ولا تنسى انها يا جماعه على فكره هي حامل والكاميرا ترى هي ايه تعطيها 7 كيلو زياده يعني ما نبي نلومها حمود احنا ما لنا شغل بالشكل حليمه حلوه تبقى حلوه ان شاء الله حامل مو على حالاتها هي ايه تقديمها حلو لا انا قلتها ورد اقولها الحين حليمه مقدمه برنامج شيء وحليمه شيء ليش؟ البرنامج كان يبي له وحده ضعيفه لان برنامج حركي وايد حليمة تحركت لا بحكم حملها طبعا معذوره هي اكيد بس بحكم حملها في حركات وايد ما تقدر تسويها ادري نواف بس احنا بالاول وبالاخير هي حليمه وتتم حليمه اعلاميه كبيره اكيد هذا شيء والكل يحبها عندنا شو اسمه ما شاء الله بتالق دائم يعني طارق وهيونه يعني عندهم شيء فوق الخيال يعني هذيلي انا اقول يعني على مستوى العالم العربي ذا بيست على مستوى الكويت هنا احنا عندنا ما شاء الله دبل شعيبي يو صراحة انتو خطيرين جدا وهم شوجي عندنا بعد قلت انا شوجي ايه؟ قلت شوجي يعني قلت شوجي قاعد تألق بشيء بدأت ترد اي بشيء خيالي افضل برنامج انا ايه؟ اتوقع شوجي ودبل اش اي بي ما في احسن منهم عندنا شو اسمه عندنا على فكرة انا كلمت خالد هاوس اليوم شفته بالنادي لو خالد وصخر قال لي انه مو هو اللي قاعد يتكلم ويانا بالش اسمه بالفيسبوك هذا جروب ما تكلم معنا بالفيسبوك جروب هم اللي قاعد يكلمونك لا هو كلمني انا شخصيا قلت له انا قاعد يقول لي مو انا جروبي ف لا ما اعتقد انا اقول لك هو كلمني والله قال لي اليوم قاعد اقول لك قال لي مو انا جروبي بعد الحلقه كملوا انزين ف اكيد احنا عندنا وايد سوالف وعندنا وايد برامج وعندنا هذا بس لازم نترك اخوي نواف يختم يعني لانه خلاص قاعد اقول انا انصدمت ما سمعت اسمك انا والله كني حسيت ان انت قبل انا اختم اذكركم على السريع الارقام قاعد تطلع تحت بالشاشه التصويت بالمسجات عندنا تدزون حرف الجيم بالعربي او الجي بالانجليزي تدزون اول شيء هذول الحرفين يرجع لكم مسج تكتبون اسم العمل واسمكم الثلاثي وتردون تدزون المسج مره ثانيه وراح يطلع لكم يعني راح تدشون ويانا السحب راح يطلع لكم ارنب صغير راح تدشون محمد راح تدشون السحب ويانا على الجائزه هذه الطريقه الوحيده اللي تدشون فيها السحب الطريقتين الثانيين عندنا بالفيسبوك جاذرينج شو وعندنا بتويتر @الشاهد تي في وانا الاسبوع الجاي محضره لكم مفاجاه لازم تنطروني فيها حتى جاذرينج ما يدرون عنها فخلونا ان شاء الله نشوفكم لنا تمساح ان شاء الله نشوفكم باكر بمواضيع جديده